دكتور، نعم. أنا كنت بدي أحكي من الميتينج الأول بس ما أعطيتني فرصة. دكتور، أنا من جايبة 23 يعني، وتعتبر علامة منيحة، بس مع هيك أنا ما بنكر إنه الوقت ما كان مناسب، ما بنكر إنه زملائي ما درسوا وهيك، بس يعني في طلاب يعني بيختلفوا عن طلاب من أي ناحية، إنه وقت الامتحان في طالب ممكن يعني ما يعرف يمشي أموره مع الوقت، وفي طالب بعرف. الفكرة مش إنه فكرة دراسة أو فكرة إنه متابعة أو هيك، أنا من الناس اللي درست وقت الامتحان، مش إنه درست من الأول وأول بأول وهيك، أنا درست وقت الامتحان وجبت 23، بس ما بنكر إنه فعلا الوقت ما كان مناسب مع الأسئلة، وكانت الأسئلة فعليا طويلة وخياراتها صعبة. دكتور، هذا والله الإشي أنا كمان نفس الإشي صادفني. يعني أنا مش من النوع اللي بعرف أمشي يعني الأسئلة مع الوقت، يعني ما ببدأ أعير لكل سؤال وقت، فخصوصا إنه أول إشي بتصيب في توتر الامتحان وسيطرة التوتر هذا اللي قبل الامتحان، فلما أول سؤال يطلع إلي يعني أنا صعب، أو إنه مش إنه صعب، بحتاج وقت، فتقريبا أنا أول سؤال نفس الإشي هيك طلع لي بالامتحان، فزادني توتر، زادني خوف أكثر، ضيع خلاني إني أضيع تقريبا 13 دقيقة عليه، لحتى بعد فجأة هيك يعني انتبهت للوقت، لحتى صرت أتدارك بسرعة، أحاول قدر الإمكان أحل أكبر قدر من الأسئلة. فهاي شغلة إنه التوتر، إنه ممكن إنه تبعت أول سؤال، يا ريت يعني لو دكتور أنا كمان إنه تحاول إنه قدر الإمكان تكتب لنا بس الأسئلة تكون من السهول أو يعني من الأسهل للي بيحتاج وقت أكثر. ما يعني أنا كنت بزبط مع بحاول، الأونلاين، مع الأونلاين ما بدي أعمل هذا الحكي. لو إنه إحنا في امتحان وجاهي نعمله، الامتحانات تاعت الأونلاين لموضوع الغش والنقل واو إلى آخره مضطر نعمل هيك. فأنت ونصيبك بصير ترتيب الأسئلة بيجي عشوائي من الكمبيوتر، فهو بيجي دور طالب إنه أنت بدك تعمل تايمينج لها. الآن يوم الناس نظن نحكي في السلافي هاي، بس الآن في نقطة مهمة جدا تعرفوها من هون لما تخلصوا وبعد ما تخلصوا. الوقت هو جزء من أي شيء بتسووه، مش بس بين الامتحان والدراسة. أوكي، إحنا نعيش في عالم ذو أبعاد أربعة وليس ثلاثة، X و Y و Z و Time. ومشكلة Time إنه غير مستدرك، بيمشي in one direction فقط، ما بيرجع رجوع. هلا بقية الدايمنشنز X و Y و Z فيها positive و negative، بس التايم لا. بس ما بنستطيع، ومش ما بنستطيع، غلط. ممكن غلط نكون عايشين وغير مدركين للبعد الرابع معنا اللي هو موضوع الوقت. والمثل قال الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعه. ففي الهندسة وفي غير الهندسة، بس احنا لأنه عم ندرس هندسي دائما بنقول التايم بدك دائما تراعيه. بكرة بصير عندك مشروع، بتطلع بتخرج تشتغل، يجيك مشروع بدك تسلم تقرير المشروع زي الجامعة. أوكي، مش على كيفك بتسلمه وقت ما بدك، إله وقت. يجي المدير بيقول لك التقرير بدي إياه يوم الأحد الصبح، الساعة 9 الصبح بيكون على المكتب عندي. يجي الساعة 9 الصبح إذا التقرير مش على المكتب، بقول والله مرضت، مرتي بتخلف، صار معي حادث سيارة، مش عارف إيش. ما بقول لك مش مشكلتي هاي، بدك تلتزم بالتايم. واللي ما بيلتزم بالتايم في الشغل بنكحش، يعني العالم ما بيرحم برا. احنا هون على الاقل بنسمع منك، يمكن نقبل العذر ممكن ما نقبل العذر، بس برا ولا بسمعك. المدير المزبوط بسمعش، المدير بيهم الشغل يمشي. اذا هذا بده يتبكبك له شوي هون وما قدرتش وابن عمي توفى والى اخره، بقول لك ها مشكلتك، لا تجيب لي مشاكلك على الشغل. من هون ورا يعني هذا زي ما تقول البعض منكم أكل له كف في موضوع الزمن، البعض الثاني أكل كف في موضوع إنه كيف يدرس. يعني كل واحد أكل له كف من جهة، يعني بالكف عبارة عن زي لفت نظر، جاب علامة تعبانة فاضطر إنه يعني يقف وقف التأمل. كيف يعني أنا ليش هيك عملت، ليش هيك صار فيي، المشكلة في الامتحان، المشكلة في الدكتور، المشكلة. لا يا عمي،
المشكلة لا في الامتحان ولا في الدكتور، المشكلة فيك. أوكي. اللي جايب علامة منخفضة يعني في زملاء جابوا 26 و23 إشي واحدة قالت من غير ما أدرس ليلة الامتحان ما شاء الله يعطيك العافية. أوكي. لا يقاس عليك. أوكي. القياس على الطالب اللي بدرس ليلة الامتحان وبعدين بيجيب علامة تعبانة، هذا متوقع. الطالب اللي بيحضرش محاضرات وبدرس ليلة الامتحان فقط وبجيبش علامة، هذا يقاس عليه. الطالب اللي بيحضر محاضرات باستمرار وبحل باستمرار وجاب علامة هذا يقاس عليه. هاي الأشياء الطبيعية. دكتور بس حتى طلابي اللي حضروا من الأول وحلوا باستمرار بالنهاية طلعنا بعلامة كثير تعبانة، مش بس شوية. عندكم مشاكل سابقة ظهرت الآن، يعني اللي جاب علامة تحت العشرة وكان يحضر ويحل وجابت علامة تحت العشرة هذا عنده مشكلة، الطالب اللي عنده مشكلة مش الامتحان فيه مشكلة. لأنه إذا هو عمل الأشياء هاي وما جابش علامة ممكن معناها المشكلة في الطالب. هلا شو مشكلته بالضبط يعني يقعد على يعني على جنب مع الدكتور أو مع حدا صاحب خبرة، تعال جاي هات شوف شو مشكلة شو بتسوي أنت. وبدنا نرجع للهيستوري تاعه العلم، هاي النقطة اللي كنت عم بحكي فيها في السيشن الأولاني بس مهم أن أتابعها. العلم تراكمي، العلم تراكمي. اللي ما تعب على نفسه من صف أول ابتدائي من أول ما فات على المدرسة بتبلشوا الجمع والطرح، شوي صغير بيصير في الضرب وقسمه، شوي صغير بيصير في جبر، شوي صغير بيصير في مهندس وحساب مثلثات، شوي صغير بيصير في تفاضل وتكامل. هلا اللي بلش بالتفاضل والتكامل وهو بعده بيغلط بالجمع والطرح، لما يجي سؤال شو الاحتمالية انه يجاوب صح وهو بيغلط بالجمع والطرح والضرب والقسم؟ يجي واحد بيقول ما هي على كالكوليتر بنسويها كذا. طيب ماشي، ما في طلاب بيقول لي مثلا 3 في 2 بيطلع معه 5، شو سوى؟ جمع بدل ما يضرب. كيف اختارت؟ ما يعني ضربت ايده على الكالكوليتر بدل ما يضرب زائد اجت اشاره الضرب، او بدل ما تيجي في اشاره الضرب اجت في اشاره الزائد فطلع 3 زائد 2 بدل 3 في 2 وفي فرق بالجواب، هذيك 6 وهي 5، الصح 6 و5 غلط. هل هذا الطالب بيعرف شو يجمع ويطرح او يضرب؟ يعني بيعرف الفرق بين الضرب والجمع؟ بيعرف بس بيعرف مش عم بيركز. قلة التركيز بتنعكس في العلامة أيضا. اللي متعود ما يركزش وكله زي بعضه وخلاص ما هي هاي تمشي، يعني ما أنا فاهم هاي خلاص، يعني لو غلط فيها معلش. لا مش معلش، التساهل في صغائر الأمور بصير تساهل فيما بعد في الأشياء الكبيرة. اللي بنتبه على الأشياء الصغيرة طبيعي طبيعي ها يكون ينتبه على الأشياء الكبيرة، العكس مش صحيح. اللي ما بنتبه على الأشياء الصغيرة لن ينتبه على الأشياء الكبيرة. فبالتالي هذا الطالب اللي جاب علامة تعبان مع أنه حضر محاضرات وحل مسائل عنده مشكلة في التأسيس. لاحظوا في التأسيس، الآن عكبر بلش يستدرك، الاستدراك عكبر له ثمن، بدك تدفع ثمن الأيام السالفة الماضية اللي ما تعبت فيها اللي كان فيها تقصير. هلا ما بنحكي انه كان تقصير فقط من الطالب، بجوز النظام التعليمي تاعنا، يعني اللي بيدرسوا اللي بيدرسش في الاخير الاثنين بيجيبوا علامه كامله. فاللي ما درس بيظن انه هو سوبر وبيمشي حاله، ايام مش حاله جبت علامه فل او قريب من الفل جبت التسعينات، وانا اشوف ما درست شيء. والثاني جاب زي تسعينات ونحيت ليل نهار بدرس مثلا ماشي. هلا لانه المسائل بسيطه الاثنين بيزبط معهم العلامه، لما تصعب العلامات بصير هذاك اللي متعود على الدراسه مؤسس صح بيغلطش في الاشياء الصغيره بيستمر. اللي كان يجيب علامات اونطه اونطه بمعنى انه من غير ما يدرس ويجيب، هذا اونطه انا بسميه، لانه العلامه ما عكست القدرات اللي عنده لأنه لم يمتحن. الامتحان ما كان امتحان، الامتحان ما ميز بين اللي بيتعب
وبين اللي ما بتعب. إذا الامتحان ما ميز بين اللي بتعب ومن بين اللي ما بتعب، أوكي، يكون هذا مش امتحان. نحن الامتحانات بالأخير هي لقياس التحصيل واحد، واثنين لقياس الفروقات في التحصيل عند الطلاب. فالفروقات إذا كان الامتحان سهل بحيث إنه لا يميز، ما هي قلنا لا يميز، وإذا كان الامتحان مضبوط سيميز. والتمييز بيكون مرة ثانية على قديش تعبت في المادة هاي، وفي عنا عنصر مش مبين قديش أنت تعبت على حالك فيما مضى. فيما مضى اللي بده ينزل خد هذا الحكي للشباب، مع إنه معظمكم بنات يعني، هون اللي بده يجي ينزل يلعب كورة الآن، شو بصير في الغالبية بيناتكم الشباب؟ كيف يعني دكتور؟ يعني في مباراة كرة قدم مدتها ساعة ونص، شوطين، غالبية الشباب بيقدر بيصمت ساعتين في الملعب أو ساعة ونص في الملعب عفوا؟ لا حسب اللياقة. حسب اللياقة. هلا اللي بتريض كل يوم وبركض ويعني عنده برنامج بحيث انه يخلي جسمه في لياقة، هذا ما عنده مشكلة. بس اللي من الشهر للشهر تينزل ويلعب له جيم، هذا من اول 10 دقائق بروح صعب يصير يلاحظ. اوكي، فهذا اللي نزل وبيلعب بالزمانات كان يلعب، كان عنده لياقة زمان، بس لما بترك التدريب والتمرين بيفقد اللياقة. بيجي هسه بده ينزل في الملعب مرة ثانية لعادته فيما مضى، لأنه متعود بينزل بيلعب. بس أنت ناس شغلي، أنت صار لك مدة تارك. يعني ما في لياقة. أول 10 دقائق بيمشي حالك، بعديها لا. مين بصير؟ بصير اللي المتدرب باستمرار، المستمر في التدريب هو اللي بيكمل الجيم. واللي مش مستمر في التدريب، تدريبه أون أوف زي ما بيقولوا، هذا لن يكمل الجيم. بطلع أوت. بقي نايم في نص الملعب، مش قادر ياخذ نفس. نفس الشيء الدراسي، الدراسي تراكمي. فانتوا بعدكم في اول الطريق، سنه ثانيه في مجال للاستدراك، مش انه ما في. لو انه احنا بسنه خامسه بنقول لك خلاص اللي قبع قبع واللي ربع ربع، كل عام وانت بخير. بس انتوا بعدكم سنه ثانيه في مجال للاستدراك. فاللي صار له زمان مش متريض، والرياضه عندنا مش اللي هي الرياضه البدنيه، لا الرياضه الذهنيه، والتدرب على قراءة المسائل والحل وقراءة المعلومات وفهمها. أوكي، بيحفظ بيحفظش، هاي جزء من القدرات، بس الفهم كلكم عندكم قدرة على الفهم، الحفظ لا يتفاوت. وإن كان الفهم هو بده معلومات، فإذا أنا ما حفظتش يعني عد كم في مينيموم من المعلومات بدي أحفظه عشان أبني عليه، عشان أبني عليه، هذا المينيموم مطلوب. أوكي، وكل ما كان الواحد عنده قدرة أعلى على الحفظ بيساعده هذا أكثر. بس الحفظ بدون فهم بالهندسي لا يفيد، بالهندسي لا يفيد. بغير رقم، يعني في واحد من الطلاب مجاوب جواب في واحد من الأسئلة، أنا ما أعطي هذا السؤال في امتحان، نفس الامتحان هذا قبل سنتين أو سنة ونص، وكان الجواب هو هذا الجواب X. طب أنا ما أعطيك نفس السؤال بس مغير رقم في السؤال، فهذا الجواب X شو بصير فيه؟ غلط. لا يمكن يطلع معك الجواب هذا من الحل، يعني لما بتحل هذا الجواب مستحيل يطلع معك. طب كيف حطوا هذا الطالب؟ عنده امتحان سابق وهذا الجواب الصحيح لذلك الامتحان، وأنا حطت له إياه كواحد من الخيارات وراح علم عليه. هذا الطالب شو المفروض نسوي فيه؟ هذا الرقم لا يمكن يطلع معاه في الحل. هلا إما بكون شير وتشير صدفت إنه هذا هيك الإشارة طلعت نصيبه إجا هو نفس الجواب تاع الامتحان السابق، بس احتمالية حصول هذا احتمال ضعيف، أنه 1 من 8 16% احتمالية حصوله، تقريبا 16% 1 من 8 لا 11% 12% احتمالية 12.5% بالضبط. وين الجزء هذا؟ وين الجهد؟ وين التفكير؟ ما في. فبالأخير بدك تتعب مرة ثانية، بدك تتعب. اللي عم بتعب ما في نتيجة، عنده إما خلل سابق أو عم بتعب غلط. طيب enough of this.
let's continue with the topic تاع اليوم اللي هو موضوع ال flow and pipes and ducts. للتذكير للتذكير احنا كنا عم نناقش في chapter 6 بداية الشابتر نروح عليه ال تاع يعني علاقة البريشر دروب لهذول الاكسبيرمنتس برنوليز اكسبيرمنت. حكينا انه في الفلو عندنا حيكون له ثلاث اشكال، اما بيكون لامينر او تيربلنت او ترانزينت اللي هو خليط من الاثنين. ومشينا بالديسكريب هذا كله ديسكريبتيف اوكي، وعرفنا رينج نمبر انه يساوي دي في رو على ميو. كان في سؤال في الامتحان عليه عباره عن تحويلات يونتس، يعني بالاخير بدك تحول اليونتس صح اوكي، لازم يطلع معك دايمنشنز. يعني اللي جاوبوا الأسئلة هاي صح طوالي. يعني السؤال تاع رينولدز كانت علامة الصف في 2 out of 4، يعني كمعدل إجابات الطلاب في هذا السؤال من 4 نقاط معدل الصف كان 2 out of 4، يعني نص الصف جابوا صح ونص الشعبي جابته غلط. يعني مثل هيك سؤال أنتم مش معذورين أنكم تجاوبوه كلكم صح، لأنه هي عبارة عن معطيكم المعادلة ومعطيكم الأرقام راس مالها، بس حول اليونتس بشكل صحيح. هذا حله بخدش أكثر من دقيقة، مش 4 دقائق. فالوقت اللي بتوفره هون بتحطه في سؤال تاني مش موضوعنا، لا بس عم بعلق انه رينولدز نمبر، يعني انا اعطيتكم اياه كمسألة تحويل يونتس وليس انه كرينولدز، يعني كمسألة فلويد فلو. هلا فلو اند بايبس اند داكتس ليكويدز اور ليكويد اور غاز فلو ثرو بايبس اور داكتس. وعرفنا شو يعني بايب، هاي بايب على اليسار هذا هيك هذا بايب، وهذا هيك يعني دكت. طيب is commonly used in heating, cooling applications and fluid distribution networks. طيب ما فيش لنا إشكالية الآن هون. The fluid is forced to flow by a fan or a pump. شو اللي بيخلي الفلويد يمشي داخل هذا البايب؟ بده يكون في عندي pump عم تضغط بحيث إنه تدفع الفلويد جوا هون، أو ما مثلا عادة الدكتس بيستخدموها لضخ الهواء، فبده يكون في عندي فان او كومبريسور بحيث انه يضغط الهواء يمشي في الدكت. طيب وي باي اتنشن تو فريكشن. وين الفريكشن؟ على الجدران تاعت البايب وعلى الجدران تاعت الدكت، which is directly related to the pressure drop and head loss during flow. هذا الفريكشن، الفريكشن اللي بصير بين الفلويد اللي ماشي وبين الجدار تاع البايب من جوا، هذا بيعيق الحركه. كيف بيظهر؟ بيظهر عندي مش انه الفيلوسيتي بتنزل، لا، يعيق الحركه، وتظهر هذه الاعاقه انه البريشر في السيستم بينزل. فعندي هو مثلا بكون بريشر بي 1 وانا عندي مثلا بريشر بي 2، بده يكون عندي البريشر 2 اقل من 1. طب وين راح الفرق في الضغط؟ وين راح تحول من انرجي تظهر بشكل ضغط اوكي، الجزء اللي فقدناه راح بشكل هيت. وين الهيت؟ فريكشن مع الجدار، friction مع الوول، يعني heat. Okay. The pressure drop is then used to determine the pumping power requirements. نتحدث عن pumping power requirements كيف نحسبها في هذا الشابتر later. A typical piping system زي ما احنا شايفين في الصورة هاي مثلا كلياتها مواسير بمواسير. بس بالاخير هاي المواسير عبارة عن pipes اللي هي straight sections of different diameters connected to each other by various fittings. زي fitting زي كوع، كوع 90 درجة، كوع 180 درجة، الالبوز اللي هم الكوع. الفيتنجز قد تكون مثلا بكبر الكروس سكشن، بصغر الكروس سكشن، يعني بكبر الديامتر بصغر الديامتر. لاحظوا مثلا هون هاي الصورة مش مكبرة، بس واضح انه هون عندي الديامتر كبير، وهون لجوه بتلاقي في ديامترز اصغر، وبالتالي لما بتوصل ديامتر كبير مع ديامتر صغير بدك فيتنج توصيله اللي هي تتوصل بيناتهم اوكي. بده يكون في عندنا فالفز محابس تو كنترول ذا فلو، بغض النظر هو الفالف اوتوماتيك فالف ولا مانيوال فالف. اضافه الى البمب،
لازم يكون في بومب عندي عشان ترفع البريشر so that the fluid can move through the system. نعم شوية تعريف هون. الدكت عرفناها. هلا مرات كثير نستخدم كلمة بايب ومرات نستخدم كلمة تيوب. اوكي وفي طلاب عندي في سنة خامسة بيميزوش شو الفرق بين بايب وبين تيوب ونقول لهم عمي جو اند لوك ات اب هيها لان انا ما بدرس الفلويد ميكانكس كثير اوكي بس هيها مذكورة عندنا هون انه البايب الاثنين سيركولار كروس سكشن يعني البايب والتيوب الاثنين عندهم كروس سكشن ذات از ا سيركل اوكي التيوب زي البايب اللهم الديامتر تاعه بيكون صغير اتس ا سمول ديامتر بايب لما نسميه تيوب يعني المواسير تاع الضخ النفط مثلا ما بنسميه تيوب بنسميه بايب بينما اذا كان عندي توصيلي ديامتر مثلا مليمتر من الداخل او 2 مليمتر من الداخل ما بسميه بايب بسميه تيوب يعني حتى احنا باللا شعور بالانجليزي طبعا نستخدم الالفاظ هذه هلا سيركولار بايبس كان ويذستاند لارج بريشر ديفرنسز between inside and outside without undergoing any significant distortion but non-circular pipes cannot. شو معنى الحكي هذا؟ هذا النظام اللي هو الدكت إذا ضغطته من الداخل تلاقي هاي بتنفخ معي الأطراف تاعه السيرفيسز الجانبية تاعته بينما هذا البايب إذا ضغطته من الداخل بضل محافظ على الشكل تاعه من غير ما ينفخ طبعا إلا إذا تجاوز ضغط معين بس for the same delta P وده سيم دلتا بي هذا النظام بتحمل هذا النظام بتحمل دلتا بي اقل بكثير حتى مش بشوي عشان هيك احنا بنلاحظ انه لما بكون عندي ضغوط عالي بنلجأ للاشكال اللي فيها كير بتشوفوا مثلا مصفات البترول عندنا في الزرقاء اللي بمروا من الهاشميه بتشوفوا تانكس كرويه الشكل مع انه تصنيعها واقف على رجلين مع انه تصنيعها مكلف جدا هاي كرويه الشكل بس لما يكون عندي في ضغط في الداخل اذا بدي اعملها مش كرويه بصير بدي الوول ثيكنس تاع البايب تاع التانك مثلا اذا ما عملته كروي بصير هذا الجدار بدي اضطر اعمله سماكي عالي لدرجه انه قد لا يكون اقتصادي بالرغم من انه هذا بكلف كثير بس السماكي الزيادي إذا كان ريكتانجل إذا كان عفوا سيركولر بمعنى بالحالة هاي سيلندريكال وعندنا التوب والبوتم تاعه مش هيمسفير اوكي بكون مثلا توريسفير تاخذها في مادة الكوبمنت هاي التفاصيل الشاهد انه كل ما كان عندي في كيرفتشر على السيرفيس كل ما صار هاي الكيرفتشر يخلي البيس اوف الكوبمنت تتحمل ضغط أعلى هلا for flow in circular tubes أو pipes حتى the Reynolds number is defined by dV rho على مليون هاي circular إحنا مكتوب هون tube بس ينطبق tube ولا pipe نفس الشيء طيب هذا الديامتر اللي هو هذا الديامتر اللي في Reynolds number والديامتر الانسايد ديامتر تاع البايب او التيوب واذا كان عندي كروس سكشن هيك مثلا مربع او مستطيل او تشانل تشانل طبعا شو يعني تشانل بكون عندك جدران من تحت وعلى الجناب لاحظوا هون في هاي الجهه هون ما في عندي جدار فبكون عندي الفلو له ثلاثه سيرفيسز ان كنت بلاش نقول ثلاثه بس في سيرفيس من السيرفيس العلويه الاتجاه بتكون مش محصورة مفتوحة على الاتموسفير مثلا فكيف بحسب رينولدز نمبر لمثل هاي الأنظمة الثلاثة أوكي. برضو دي في رو على ميو نفس النظام بس شو بدي أحط محل ديامتر هون أنا ما عندي ديامتر عندي طول وعرض 8 مثلا مربع الكروس سكشن عبارة عن مربع عندي 8 تساوي 8 مثلا الآن بدل هاي الدي بنحط شغله بنسميها الهيدروليك ديامتر الهيدروليك ديامتر طب بصفي بالديفينيشن شو يعني هيدروليك ديامتر هاي الديفينيشن بتاعت الهيدروليك ديامتر تساوي 4 ضرب A سب C على P
هاي السمول بي مش بريشر، لأن هاي البي الويتد بيريمتر، والاي سب سي هي الكروس سكشنال اريا. لازم انا احط كروس سكشنال فلو اريا. طب نطبق هذا الحكي على الرسومات اللي عندنا على اليمين. لأن لاحظوا طبعا هي الهيدروليك راديوس العبرة فيه، يعني مثلا هلا بنطبقها مرة ثانية على الكروس سكشن لما يكون سيركلر. فننطلع الهيدروليك راديوس للحالي العامي، الحالي العامي A عفوا A و B ريكتانجولر. ريكتانجولر ده شو بقول لك؟ 4 ضرب الكروس سكشن الاريا ديفايدد باي ذا ويتد بيراميتر. الكروس سكشن الاريا هون شو تساوي؟ تعالوا معنا A في B. A في B. اوكي. إذن هون بدنا نحط 4 ضرب A في B. هلا بدنا الويتد بيراميتر. شو معنى الويتد بيراميتر؟ البيراميتر اللي هو المحيط، المحيط المبلول. كيف يعني المحيط المبلول؟ يعني هاي الضغط إذا كان لفلويد غاز فهو بغطيها كامل، لأن الغاز دائما occupies the entire space. وإذا كان liquid بكون ال weighted parameter قديش إحنا عاملين weighting. فإذا كانت مليانة liquid full شو بكون ال weighted parameter؟ بكون ال parameter كامل، المحيط كامل. شو المحيط كامل؟ 2 A زائد 2 B. فهي بدها تصير 4 A في B على 2 A زائد 2 B. هيا 4 A في B على 2 A زائد 2 B بتوسطها تطلع الكسر. طب وإذا كان عندي A في A لكروس سكشن بده تصير بدل B هاي A وبدل B هاي A. شو بصفي؟ ال A مع ال A مع واحدة من ال A's اللي فوق وواحدة يعني التوز هذول بروحوا مع الأربعة بضل لنا اثنين. فشو بطلع لنا؟ اثنين A زائد اثنين A. هلا مش بتروح، هاي بتصير أربعة A من النظف. هاي حتكون أربعة A تربيع، عم بتحدث عن هذا النظام. على A زائد A زائد A زائد A اللي هي أربعة A. شو بطلع الجواب؟ A. هيات. طيب نيجي للحالي إذا كان عندي channel وليكن عرض للشانل B وارتفاع للشانل A. لاحظوا A مش الارتفاع كله، لا ارتفاع الليكويد. طب استطفي شو الكروس سكشن اريا بده يصير؟ الهيدروليك راديوس عفوا ديامتر بده يساوي 4. قديش الكروس سكشن اريا؟ برضو A في B. هلا الويتد بيريمتر كم الويتد بيريمتر بده يساوي؟ A زائد A زائد B. هذا الجزء المبلول من الدكت أو من التشانل. راح يصير عندنا A زائد B زائد A. بعدين بتبسطها إذا بتتبسط، ما بتتبسط شيء. هياهم بإمكانك تطبق نفس المعادلة هاي على البايب. إذا بتطبقها صح بيطلع الهيدروليك ديامتر هو نفسه الديامتر. ليش هذا الحكي؟ هذا كله بيلزم لما بدك تطلع رينولدز نمبر لسيستم فلويد فلو فيه، إما من خلال بايب أو تيوب أو من خلال دكت أو دكت أو تشانل. فينا نتعامل مع كل الحالات. In fluid mechanics, it is convenient to define a force per unit area. أفعل شو الموضوع هذا اللي هون؟ أنا لما يكون عندي في fluid flow في pipe، برجع على الرسم السابق اللي نحن أنا أقولكم خلينا بنفس الرسم هاي. هذا وليكن هذا pipe، هذا وليكن pipe. الآن في
في فورسز وفي عندي فلويد فلو، في عندي بلاش نقول فلويد فلو بس في فلويد. نعم الفورسز اكتنج على الفلويد هاي باي ذا فلويد اور اون ذا فلويد، باي ذا فلويد اور اون ذا فلويد، اما بدها تكون نورمال، نورمال ستريس، نورمال يعني عمودي على سطح الفلويد بهذا الشكل هاي نورمال، او انها تانجنشال، تانجنشال اللي هو هي تانجنشال. التانجنشال احنا اتفقنا انه نسميه شير. وين الشير عندي؟ الشير بيكون على سطح، السطح اللي بيلتقي فيه الفلويد مع الماتيريال اوف كونستراكشن اوف ذا بايب اور ذا تيوب اور وات ايفر ذا شانل وات ايفر. فهيكون في عندي نورمال فورسز، اما قوه شد او يعني قوه تنسالي قوه الشد كومبريسيف قوه الضغط لجوه، او القوه اللي مرتبطه موازيه لسطح الفلويد من موازيه لسطح البايب من الداخل. خلي هذول الفكرتين علقات بذهنكم. في كلتا الحالتين، في كلتا الحالتين الشير ستريس او النورمال ستريس هي تساوي الفورس على الاريا. نورمال بتكون نورمال ستريس بصير نورمال فورس، شير ستريس بصير عندي شير فورس. الان نيجي نطبق هذا الحكي، يعني نفوت جوا البايب نفسه. هلا اذا بتتذكروا في مكان ما في هاي الماده ذكرنا انه عندنا على الجدار تاع البايب ذكرنا انه في عندنا نو سليب كونديشن، وهذه تنطبق على معظم الحالات تاعت الفلويد فلو. نو سليب يعني الفلويد فيلوسيتي على السيرفيس تاعت البايب، هي عندي بايب الفيلوسيتي للفلويد على السيرفيس من هون شو بدها تكون؟ اذا بنقول نو سليب معناها النقطه اللي الفلويد بيلتقي فيها مع البايب السيرفيس تاعت البايب من الداخل بكون ما في فلويد فلو، يعني الفيلوسيتي از ايكوال تو زيرو. الفيلوسيتي at the wall تساوي زيرو، هاي معنى النو سليب كونديشن، وهي بتنطبق على معظم الحالات العملية اللي احنا نتعامل معها. في لها اكسبشنز لما يكون عندي سرعات عالية جدا، وهي ليست موضوعنا في مادة الفلويد ميكانكس. احنا في الفلويد ميكانكس لأغراض الهندسة we are not concerned at this time with الحالة اللي بصير فيها سليب. سليبينج يعني الفلويد بيزحلق على السيرفس، هاي معناها. الحالات الطبيعية عندنا إنها نو سليب. هلا we are often interested only in average velocity، يعني معنى آخر الفيلوسيتي. لاحظوا هذا عندي هون نظام، عندي هون نظام ثاني، هذا شكل للبروفايل تاع الفيلوسيتي، وهذا شكل آخر للبروفايل تاع الفيلوسيتي. لاحظوا في كلتا الحالتين على الوول الفيلوسيتي is zero، بس هون الفيلوسيتي بتضلها تزيد لحد ما تصل ماكسيموم عند السنتر لاين تاع البايب، بعدين بتروح تتناقص لما تصير صفر، عندما تلامس السطح الداخلي من الجهه الثانيه. هلا هون عندي نفس الشيء، بس بدل ما يكون عندي بارابوليك شيب عندي فلات شيب. هذا بصير عادة في شغلة بنسميها بلج فلو، والأولانية اللي هون بنسميها اللامينر فلو. هلا في كلتا الحالتين إذا الماس فلو ريت نفسه في نفس الماس فلو ريت، أوكي، بحيث إنه وإذا كان الماس فلو ريت كونستنت كونسرفيشن أوف ماس إت إز إت شود بي كونستنت، إلا إذا في أكيوميليشن، وعندنا في سيستمز هون ما عم نتحدث عن أكيوميليشن، في عندي كونستنت ماس، أوكي، الماس تساوي الدنسيتي ضرب الفوليوم، الدنسيتي ضرب الفوليومتريك فلو ريت. ليش صار الفوليومتريك فلو ريت؟ انا عندي كروس سكشنال اريا، لما بضربها بالفيلوسيتي لو كانت هاي لينث، لينث في اريا تعطيني فوليوم، فاذا كانت لينث على تايم اللي هي الفيلوسيتي صار عندي فوليومتريك فلو ريت، فوليوم بير يونت تايم. فالفوليوم بير يونت تايم لما بضربها بالدنسيتي بصير عندي ماس per unit time، بصير عندي mass flow. فإذا كان mass flow rate عندي constant بيترتب عليه إنه الـ average velocity بدها تكون constant، لأنه الـ density نفسها
اوكي شو خلينا نطلع على الشروط. الماس فلوريد قلنا كونستنت، عشان تكون كونستنت هذا الحكي كمان بده يكون كونستنت. هلا اذا احنا حافظنا على نفس الكروس سكشن الاريا فصارت هاي كونستنت ونفس الدنسيتي للفلويد، لا غيرنا التمبرتشر ولا ما يحزنه، صار نفس الدنسيتي، معناها الافرج فيلوسيتي بدها تكون كونستنت، مع انه شكل البروفايل مش نفسه بس الافرج للفيلوسيتي هو نفسه، وهذا كثير بهمنا احنا بالفلويد ميكانكس. اعطيني الافرج فيلوسيتي، بدي شكل البروفايل. طيب فمن هون بنحكي we are interested only in the average velocity which we usually call v من غير من كلمة average. Keep in mind that the no slip condition causes shear stress or friction along the pipe wall. For pipes of constant diameter and steady incompressible flow, the average velocity stays the same or stays the same down the pipe. يعني ما بتتغير حتى لو الـ velocity profile تغير، بس لأنه الـ mass flow constant، the cross section constant، the density constant، the incompressible fluid flow temperature، طبعاً isothermal عشان يكون الـ density constant، بالتالي بصير عندي الـ average velocity لن تتغير حتى لو تغير الـ profile تاعها. طيب. نيجي للـ entrance region ونتوقف عند هذه النقطة اللي هي موضوع الـ entrance region في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أي سؤال؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. بس سؤال. نعم. متى راح تتعدل العلامات؟ قريبا بس تنتهي علامات الوظائف. إن شاء الله خير دكتور. يعني ما ظلش عندكم وظائف عشان تلحق الـ TA تصحح. يعني بجوز أعطيكم كمان وظيفة بالشابتر 6. بس زي ما حكيت لكم سيكون إضافة بوش من 8 إلى 10 علامات للجميع، يعني اللي جايب 20 حتصير علامته من 28 إلى 30، واللي جايب 10 بده يصير 18 ل 20، واللي جايب 26 بتصير قديش 34 إلى 36 من 40. فوضعكم يعني معدل الشعبي بصير بين ال 20 وال 25. إن شاء الله خير دكتور. إن شاء الله. ثلثين الشعبي الجماعة اللي خايفين من الرسوب، مع أنه حرام تكون خايفين من الرسوب، الواحد المفروض يكون قلق أجيب علامة عالية، مش والله خايف أرسب، خايف أرسب بدك بهدل. بكون أكثر من ثلثين الصف تقريبا عنده درجة ناجح. الثلث اللي ظلوا تحت جزء كبير منهم على الحفة، يعني قريبين من علامة النجاح بين قوسين، وعلامة النجاح في الأخير تجي بآخر الفصل وليس على الميد تيرم زائد الأعمال الفصلية زائد الوظائف. فحتى اللي جايب 19 مثلا من 20 بيطلع من 40 مع الوظيفة اللي عليها 10 علامات بتلاقي بتطلع علامته علامة ناجح من 50. أنا يعني مستحي أحكي هذا الكلام بس للأسف يعني ما نحكي. الأصل علاماتكم تكون أحسن من هيك، الأصل معظم الشعب تكون ناجح وليس الثلثين فقط. بس لسه في مجال للاستدراك إن شاء الله، اللي قصر عيد النظر في طريقة دراستك، والله يكون يعني يوفقكم أجمعين. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام.